بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر خالد. هنبدأ النهاردة درس جديد نتكلم فيه عن حاجة اسمها subject pronouns وحاجة اسمها object pronouns. subject pronouns اللي احنا عارفينهم قبل كده لما I, you, he, she, it, we, they, دول بنسميهم subject pronouns، يعني ضمائر فاعل. ضمائر الفعل دي دايما بتيجي في بداية الجملة، بنبدأ بها الجملة، يعني تيجي قبل الفعل. كل ضمير من الضمائر دول ليه ضمير تاني اسمه ضمير اسمه object pronoun. اسمه ايه؟ object pronoun. الobject pronoun اللي هو ضمير المفعول ده مكانه فين؟ بيجي after the verb، بعد الفعل. كل ضمير فعل ليه ضمير ملازم ليه اسم ضمير مفعول. يعني I هي مي، اي في بدايه الجمله سبجكت، مي بعد الفيرب يعني ضمير اي ده بنسميه اوبجكت. يو يو، هي الاوبجكت بتاعها هيم. شي الاوبجكت هتبقى هير اللي بتيجي بعد الفعل، هي ايه؟ هير. ات برضو سبجكت واوبجكت في نفس الوقت. وي الاوبجكت بتاعها ايه؟ اس. ذي الاوبجكت هو ايه؟ ذم. طب هنشوف examples على ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل مثلا زي I like، you play، we can، he likes. دول بنسميهم دول subject pronouns. دول بنسميهم ايه؟ subject pronouns. كلهم يعني I you we he، كل الضمائر جاية في بداية الجملة، في بداية الجملة. اما الاوبجكت بروناون اللي هو بيجي بعد الفعل، يعني لما اقول I like it، I like it، يبقى it هنا تعتبر ايه؟ اوبجكت. We can see him، we can see him، يبقى him هنا برضو اوبجكت عشان جاي بعد الفيرب. They like her، they like her، يبقى هنا بدل ما اقول she قلت هير عشان جاي بعد لايك يعني ضمير مفعول. I see them، I see them، برضو them جاي بعد الفعل دي بنسميه ضمير مفعول. He plays with us، he plays with us، برضو us هنا جاي بعد ايه؟ بعد الverb اللي هو play with، وجاي بعد ايه؟ us. يونت 2، يونت 2 اللي هي عنوانها they are late، they are late. هنشوف مجموعة جمل كده. I like my dad، I like my dad. number 2 I like my mom. number 3 I like English. number 4 My mom likes me. I like my friends. I like my friends. We like mom and dad. We like mom and dad. لو بصينا على الكلمات اللي احنا قلناها اللي معموله باللون الاحمر، I like my dad. I like my mom. My dad، my mom جاية بعد ايه؟ جاية بعد like. ده بنسميه object، يعني هنا my dad يعتبر object، my mom يعتبر برضو ايه؟ object عشان جاية بعد الverb. I like English برضو object. My mom likes me. me me هي اصلها I، اصلها ايه؟ I، بس انا قلنا me عشان ده اسم بنسميه object جاية بعد الverb. I like my friends برضو object. we like mom and dad برضو ايه؟ object. طب ازاي انا اعوض عن الكلمات دي بضمائر، ضمائر الاوبجكت؟ هنشوف الجمله، كل جمله وقدامها ايه. I like my dad، يبقى I like him، يبقى my dad يعني him، هي my dad المفروض he، هنا بقت him عشان جايه ايه؟ بعد الفيرب، يبقى ده بنسميه object. I like my mom، I like her. I like English، طبعا English غير عاقل، يبقى I like it. my number 5 I like my friends. friends
يعني زي يبقى اي لايك ذيم بدل زي، قلنا ذيم عشان جاي بعد لايك عشان ضمير مفعول. وي لايك ذيم، وي لايك ذيم، اند ذي لايك اس، اند ذي لايك اس. طب تعال نشوف احنا استفدنا ايه من موضوع الضمائر اللي احنا خدناها. ضمائر الاوبجكت، السبجكت بروناون والاوبجكت بروناون. I have a book. Do you want to read him, me, it؟ طبعا book، read a book، يبقى book هنا ايه؟ I have a book. Do you want to read؟ طبعا read ايه؟ Do you want to read it؟ There is a plane. I can see plane. Plane يبقى ايه؟ it. This is my brother. I like he, her, him. Brother يبقى ايه؟ I like him. This is my auntie. I like طبعا auntie يعني she، لكن هنا object هتبقى ايه؟ here. They are my friends. I can see them. They are looking at us، ولا we ولا they. طبعا they are looking at us عشان هنا us دي اصلها we بس هنا جاي object. Can you see the birds؟ Yes I can see، وهنا birds جامع يبقى yes I can see them. Yes I can see them. نكتفي بالجزء ده النهاردة ان شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو تاني. تابعوني وإن شاء الله هنتواصل على طول، فيديوهات هتنزل على طول بإذن الله. عايز من حضراتكم بس إيه؟ لايك وشير وسبسكرايب للقناة، تشجيع القناة عشان إن شاء الله نستمر في إن إحنا ننزل فيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر خالد.